السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الفنان المغربي السوري بدر رامي. ديما كنسمعوا أن الموسيقى تقدر تنقذ الإنسان من الحزن والاكتئاب والوحدة، ولكن قليل فاش كنسمعوا أن الموسيقى تقدر تنقذ أطفال من الشارع ومن الانحراف. هادشي اللي تعلمت من اللي زرت جمعية مزايا التابعة لأوركستر فيلارمونيك. جمعية مزايا كتحتضن الأطفال اللي في الوضعية الصعبة، ضحايا الهدر المدرسي، وكتعطيهم الفرصة باش يدرسوا ويتعلموا الموسيقى على أصولها. من سنة 2012، السنة ديال التأسيس ديال هاد الجمعية، جمعية مزايا، بزاف ديال الأطفال والشباب قدروا يحترفوا الموسيقى ويتخرجوا كموسيقيين محترفين، ويقدروا يشاركوا في عروض موسيقية ضخمة بعد ما كانوا في الماضي عرضة للشارع والانحراف. جمعية مزايا عندها ثلاث أهداف أساسية باش تخدم هاد الشريحة من الأطفال: هدف تربوي، موسيقي واجتماعي، والهدف منهم بثلاثة هو نخلقوا واحد المسار تعليمي للأطفال والشباب في وضعية صعبة، ونهيئوه ليهم على حساب القدرات والميولات الفنية ديالهم. أنا كفنان وعاشق للموسيقى، ما يمكنش لي إلا نوقف احتراما وإجلالا ونصفق بحرارة المبادرة بحال هذه اللي سخرت الموسيقى والفن لخدمة شريحة من اليافعين والشباب وانتشالهم الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية اللي كانوا عايشين فيها. الفن كيصنع معجزات إلى سخرناه بطريقة ذكية ومفيدة، وهذا الشيء اللي شفت بعد 10 سنين من إنشاء جمعية مزايا اللي قدرت تكون وتعلم عشرات الأطفال والشباب وتنظم عشرات العروض الموسيقية سنوياً لهدف اجتماعي خيري بواسطة الفن. الموسيقى تقدر تحول طفل من كائن غاضب وفاقد للأمل بسبب الظروف الصعبة إلى إنسان عاشق للحياة والنجاح، وهاد الشعلة ديال الأمل هي اللي كنقلبوا عليها واللي ما كرهناش تكون مبادرات كثيرة بحالها تكتر في مدن أخرى باش نوصلوا لأكبر عدد ديال الأطفال.